طيب يستحب أن يتمهل بألفاظ الأذان من غير تمطيط، يتمهل بحيث ما يدخل الحروف ويخرج الكلمات غير واضحة، ولا يمطط كما يفعل بعض الناس، ولا مد مفرط، يعني مد أيضا بالمعقول، كذلك لا يمد حروف ليست فيها موضع مد، يعني أحيانا لو واحد مد في موضع ليس في حرف مد يختل المعنى، كالذي يقول إيش الله أكبر، أكبر معناه الطبول، هي إيش يقال الله أكبر، لو قال أكبر اختل المعنى، فيمد في موضع المد ولا يبالغ. كذلك يقول يقف على كل جملة منه ويستحب أن يستقبل القبلة حال الأذان، هذا استحبه الفقهاء، وأن يجعل أصبعيه في أذني، هذا في حديث عنه ضعيف، لكن هو يعلل يقول لأنه أرفع الصوت، ويلتفت يمينا عند قولي حي على الصلاة والشمال عند قولي حي على الفلاح، هذا إذا كان يؤذن على سطح المسجد أو خارج المسجد، بحيث الذي يراه من بعيد يعرف أنه يؤذن، واقف يؤذن، فيلتفت يمينا وشمالا. ولذلك إذا كان يؤذن في داخل المسجد في مكبر الصوت ما يحتاج يلتفت يمينا وشمالا، لأن المقصود هو ماذا؟ أن يراه من بعيد أنه يؤذن فيلتفت يمينا وشمالا، أو يسمع من كان في جهة اليمين وكان في جهة الشمال. أما إذا في مكبر الصوت هو متوجه يأذنه، لو التفت ما لا فائدة من الالتفات، فالالتفات هذا يعني معقول المعنى، ليس تعبدي، ليس عبادة أنك تلتفت، ولكن هو إيش المقصود حتى يصل الصوت إلى يمين ولا شمال، وحتى من يراهم بعيد يعرف أنه يؤذن. أما إذا هو يؤذن في مكبر الصوت ما يحتاج يلتفت يمين وشمال. طيب